هو رجل أعمال لكن عاشق للطبخ، فافتتح عدة مطاعم في لندن جذبت زوار هذه المدينة العريقة. التقيناه في بيروت أثناء مشاركته في معرض البيال كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الطبخ في دردشة عفوية هنشوفها مع بعض. أنا جزائري وعربي في عايش بلندن، افتخر كتير بأكل العربي والأكل اللبناني وثقافتنا. بالطريقة دي عرف الشيف توني كيتوس نفسه للجمهور العربي، وللي ما يعرفش هو يمتلك سلسلة مطاعم كبيرة في إنجلترا بتقدم أكل من مختلف الدول العربية. بصراحة اليوم عندنا 30 مطاعم، 29 بلندن بي إنجلند وواحد بهولندا. إن شاء الله السنة القادمة في دبي وأبو دابي. واحد هو اللي دفع الشيف توني اللي كان بيبيع فطاير في بلده للوصول للنجاح ده. أنا أبغى أعرف العالم على الأكل اللبناني والأكل العربي، وأبغى أعلمهم كل أنه أكل صحي وأكل بسيط. أبغى الناس تصير تأكل الأكل اللبناني بنفس الشيء اللي تأكل الأكل الإيطالي يعني يومياً. وعلشان يوصل الرسالة على أكمل وجه قرر إصدار سلسلة كتب لتعليم الطهي آخرهم Feasts from the Middle East. بهذا الكتاب ندخل بيوت الناس، مش ما نقولك أنا اللي أدخل بيوت الناس، ثقافتنا تدخل بيوت الناس ويعلموا أكلنا ريسيبيز ويعرفوا كيف الناس في البلدان العربية تاكل. توني راجل سوبر اكتيف وليه خبرة كبيرة في مجال الأكل، حب ينقلها للشباب اللبناني من خلال تواجده بمعرض البيال ببيروت. أنا أحب أشجع الناس، أحب أشجع الشباب، لأنه أنا كنت في نفس السيتويشن. كي كنت صغير وشاب كنت أبغى أتعلم، كنت أبغى أتحسن. لازم أرجع إن شاء الله next year، لأنه the atmosphere والجو يعني unbelievable. إحنا كمان عايزينك ترجع تاني يا توني وتفتتح مطاعم كتير في كل البلدان العربية وكل العالم.